احنا مش بس ندعم المنتجات الوطنية لأنها منتجات وطنية، لأنها فعلا عالية الجودة، مثل طحينة كيو اف ام دائما نستخدمها في معجناتنا. وإذا حابين زيوت نباتية للطبخ ممكن تستخدمون الزيت من عند ماركة يارا. اهلا وسهلا فيكم متابعينا، رجعنا لكم بحلقه جديده من برنامج فيه العافيه. مثل ما عودتكم ننقص حولنا بعنايه قبل لا نروح للوصفه، واليوم اخترت هالفاين او المنديل الحلو كذي مقدم فيه، واخترت هالصحن الحلو. تتوقعون ايش عندنا؟ اكيد شوربه. فنروح نشوف وصفاتنا لليوم. اليوم باذن الله عندنا شوربه البروكلي. طبعا البروكلي من الخضار مخضار مفيده، واللي نعرف انه شوي الاطفال يعني ما يحبون يعني ياكلونه او يعني يشوفونه في الاكل اخضر، فاحنا راح ندخله في الشوربه وراح نهرسه بحيث انهم ما يلاحظون. مقاديرنا هي كريمه طبخ، زيت زيتون، بروكلي قطعته بهالحجم، بقدونس، جبنه شدر، ثوم وبصل وفلفل اسود، وعندي الملح. نروح على طول على النار، نبدا بزيت الزيتون. وننزل عليه البصل، نحمره شوية، نحط عليه الفلفل الأسود، ونحط عليه الملح. كثروا الملح لأن أنا ما راح أحط أي منكهات ثانية يعني غير الملح والفلفل الأسود. بعدين نضيف عليه الثوم، والحين أنزل البروكلي اللي قطعته. طبعاً البروكلي بعد من الخضار اللي بعد ما تنزلونها تحسونها ذبلت، نخلي شوية ياخذ نكهة الزيت زيتون والبصل والثوم. بعد ما يتحمر شوية أضيف عليه الماء، أخلي الماء يغطي البروكلي علشان بس أتأكد إنه هو انطبخ. بهالشكل، ونخلي البروكلي يستوي 10 دقائق تكفي. نسكر عليه ونرجع لكم بعد الفاصل. البروكلي تغير لونه، تقريبا صار جاهز ان احنا نهرسه. فنوديه هناك ونبدا بهرس الشوربه. مثل ما عودتكم دائما المقبض الكهربائي اسهل شيء في الشوربات. البروكلي اول ما نبدا نهرسه تشوفون الشوربه على طول تحولت خضراء. في ناس يحبونها ناعمة تماماً، بس أنا أحب أخلي شوية حبات بروكلي تكون حلوة لما تاكلون الشوربة. طبعاً ما خلصنا، نرجعها على النار عشان نضيف المكونات الباقية اللذيذة وراح تعطيها النكهة الحلوة. نضيف لها الحين كريمة الطبخ، المقدار راح يطلع لكم في الشاشة، ونضيف جبن الشدر اللي راح يعطيها الملوحة الحلوة والقوام الحلو. بعد راح تشوفونها فقلت وصارت، أول ما يذوب الشدر والكريمة صار قوامها كذي ثقيل حلو. بس مجرد دقيقتين ثلاثة نتأكد أن الجبن ذاب، نشيلها للتقديم.
ننقلها لصحن التقديم. والحين نقدم شوربة البروكلي اللذيذة في هذا الصحن الحلو. راح أزينها بجبن الشدر، استخدمت جبن شدر بلدنا، شذي على الوجه شوية زيادة وبس. صار عندنا طبق جاهز، راح نرجع لكم بعد الفاصل مع طبقنا الرئيسي. رجعنا لكم متابعينا، اليوم عندنا طبق سويت، ومثل ما عودتكم طبق السويت نحب نسويه سهل وسريع عشان كل العائلة تشتغل معاكم. راح نسوي اليوم طبق كيكة الزعفران، لكن كيكة الزعفران السهلة والكذابة، لأن احنا ما راح نحضر شيء، راح نحط الأشياء مع بعض وبتصير عندنا الوصفة. راح استخدم كيك سفنجي، أي نوع عندكم يمشي، فانيلا، وعندي ماي نقعتها مع الزعفران، وعندي فستق للتزيين وزعفران للتزيين، حليب محلى وحليب عادي، وعندي كريمة للتزيين. أول شيء راح نحط الحليب على النار، نجيب الجدر ونزل الحليب المحلى، مع الحليب العادي بس مقدار يخلي الكيكة تتشرب. راح أضيف له منقوع الزعفران. عشان اللون عندي يصير لون كيكة الزعفران. حركهم مع بعض. طبعاً ما راح تحتاج سكر لأن أنا حطيت أوريدي الحليب المكثف، وهو أصلاً يعني سويت بما فيه الكفاية. بس أول ما أشوفه يغلي كذي أشيله من النار، بس شوية تسخين. في هالأثناء أخذ الكيكة اللي عندي، حتى هذه وصفة حلوة تشاركونها اليهال في البيت عندكم. وعندنا الكيك الجاهز طلعناه من العلبة وراح نقطعه قطع متساوية، لأني راح أصفها في الصينية. بس ورصها عندنا في أي بايركس حابين تقدمون فيها كيكة الزعفران بالشكل. أصلاً الكيكة سويت، فبعد فيها حلاوة جاية من الكيكة نفسها. حاولوا ترصون الصينية اللي عندكم، حسيتوا في فراغات بعد حطوا فيها كيك. احنا راح نغطيها في الاخير بالكريمة، فيعني لا تحاتون وايد الشكل النهائي لانه راح يبين حلو. الحين راح اسوي فتحات بس في الكيكة لاني ابيها تتشرب بالحليب بالشكل، واشربها بالخليط اللي سويناه. تأكد انها تشربت، ولا تخافون لان مهما تحطون حليب الكيكة راح تشربه. كذا نحن غطينا الكيكة كاملة من جميع الجهات. اخذها على الثلاجة ساعة ساعتين قبلها بليلة، مو مشكلة، نخليها تتشرب ونرجع لكم بعد ساعة.
رجعنا لكم متابعينا. عندنا كريمة الخفق حضرناها عشان نحطها على الكيكة. استخدمت كريمة بلدنا، خفقتها لمدة 3 دقائق وبعدين حطيتها في قمع التزيين، والحين راح أجيبها من الثلاجة ونقدمها. كملت تقريبا في الثلاجة من ساعة إلى ساعتين بهالشكل، تشربت مثل ما تشوفون. ترى كثر ما تخلونها كل ما تصير أحلى. الحين راح نزينها. طبعا القمع هذا شريته بعد من الميرة، موجود عندهم هالشكل خطوط. هذه يعني شيء حلو تخلون الأهالي يساعدونكم فيه. أنا الكريمة ما ضفت لها سكر، ما أحب الحلويات تكون وايد ثقيلة بالسكر. الحين راح أزينها زعفران ناشف بهالشكل، لأن هي في الأخير كيكة زعفران، فلازم تعرفون أن من محتوياتها الزعفران. ونحط شوية فستق بشكل كذي. أنا أحب شوية يعني قرمشة مكسرات مع شوية زعفران، تعطيكم نكهة حلوة. كذي خلصنا كيكة الزعفران الكذابة، لأن خذنا فيها 10 دقائق. مكونات جاهزة، ممكن تشاركونها عيالكم في المطبخ وتطلع عندكم ألذ كيكة. راح نحطها بعد في الثلاجة ساعة ساعتين لوقت الفطور. وبكذي وصلنا لنهاية حلقتنا الخفيفة اللطيفة. بدينا بشوربة البروكلي طبق سهل، وبعدين انتهينا كيكة الحليب بالزعفران الكذابة، لأن استخدمنا مكونات جاهزة وسوينا منها كيكة. خلصنا اليوم، وإن شاء الله نشوفكم بكرة في حلقة جديدة مع وصفات متنوعة في برنامج فيه العافية.